حيا الله الشباب، كل عام وانتم بخير. موضوع متاخر في الشرح، لكن بصراحه ما لقيتش فرق ان انا اشرح في اول رمضان ولا اشرح في اخر رمضان. هو موضوع فيسيولوجي اوف فاستنج، جسمك ازاي بيتعامل اثناء الصيام. جسمك بيكون في حاله طوارئ، حاله الطوارئ دي جسمك ازاي بيتعامل معاها عشان يفضل يكون على قيد الحياه. ولما شرح الموضوع ما شرحوش على صيام 12 ساعه ولا 13 ساعه ولا 16 ساعه، شرحوا على موضوع مثلا يومين ثلاثه، واحد مثلا بدون اكل مثلا مده طويله، جسمك ازاي بيقدر يكون على قيد الحياه ويوفر سكر عشان تقدر تكون عايش. ففيسيولوجي اوف فاستنج هي مرحله بتكون في 5 خطوات بالترتيب، والترتيب مهم جدا فيها لان جسمك بيتعامل المهم في الاهم. جسمك بيكون محتاج مصدر بصوره اساسيه فبيحاول ان هو يوفره، وجسمك بيكون محتاج مصدر تاني بصوره غير اساسيه فبيحاول ان هو يخسره او ان هو يفقده. مرحله الفاستنج ستيت، الفاستنج ستيت هي حاله الصيام. أول مرحلة فيها أو أول نقطة فيها هي في هرمون مسؤول عن المرحلة كلها أو الخطوات كلها، هو هرمون الجلوكوجين الذي يفرز من البنكرياس ويعمل عمل عكسي لهرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين وظيفته أنه ينزل مستوى سكر الدم ويدخل المغذيات لأماكن تخزينها أو أماكن الخلايا بتاعتها عشان جسمك يستخدمها كمصدر للطاقة. هرمون الجلوكوجين العكس، ان هو بيخرج المغذيات من اماكن تخزينها وان هو بيحاول يرفع مستوى سكر الدم للمستوى الطبيعي اللي هو من 4 ل 6 ملي مول بر لتر. الخطوات في مرحله الفاستنج ستيت، اول مرحله هي مرحله تحلل الجلايكوجين، استخدام الجلايكوجين كمصدر للطاقه المخزن في الكبد والعضلات، والمرحله دي اسمها باللغه الانجليزيه الفصحى اللي هي جلايكونيولايسيس. لما مستوى سكر الدم بينزل سواء نتيجة أي حاجة سواء تمرين أو نشاط يومي، جسمك بيعرف بيفرز هرمون الجلوكوجين، والجلوكوجين يروح للكبد والعضلات ويستخدم الجلايكوجين كمصدر للطاقة، بيحوله للجلوكوز ويرفع بيه سكر الدم وجسمك يستخدمه كمصدر للطاقة. تمام، وكمية الجلايكوجين بتكون كمية كبيرة جدا، يعني من 400 ل 600 جرام، كمية كبيرة جدا، وخصوصا لو شخص عنده كمية عضلات كبيرة فبيكون مخزون الجلايكوجين كبير. دي أول مرحلة ومرحلة سهلة. تمام، المرحلة الثانية هي مرحلة جلايكونيولايسيس. جلايكونيولايسيس هي مرحلة تخليق جلوكوز من مصادر أخرى غير الجلوكوز، يعني المصادر دي كان في أساسها مش جلوكوز، كان في أساسها ممكن تكون مثلا دهون ثلاثية ترايجلسرايد مخزنة في الأديبوس تيشو، جسمك بيبدأ يكسرها لجزئين، جزء جليسرول يروح على الكبد والكبد يحوله لجلوكوز ويحطه في مجرى الدم، جسمك يبدأ يستخدمه كمصدر للطاقة. والفري فاتي أسيد بيكون قدامها 3 أماكن تروح ليها، أول مكان القلب، لأن القلب المصدر الرئيسي للغذاء ليه هو الدهون، فبيبدأ يستخدمه كمصدر للطاقة. ممكن الفري فاتي أسيد تروح للعضلات تدخل في الميتوكوندريا يحول تحولها لطاقة. والنقطة الثالثة ومهمة جدا، ان الفري فاتي اسيد بتروح على الكبد، لما بتدخل على الكبد بيحصل لها عمليه اكسيديشن، بتحول الاكسده، يعني بتتحول لماده اسمها استايل كو اي. الاستايل كو اي ممكن تدخل جوه الكريب سايكل وجسمك يبدا يستخدمها كمصدر للطاقه. في بعض الاحيان الكريب سايكل بتكون غير قادره ان هي تحول كل الاستايل كو اي لمصدر للطاقه او تحوله ك اي تي بي، فبيبدا يتراكم الاستايل كو اي الاستايل كو اي، فبيدخل في مرحله ثانيه هي مرحله الكيتونز بادي، فجسمك بيحول الاستايل كو اي لكيتونز بادي ويحطه بمجرى الدم، ومجرى الدم يوديه على ممكن مثلا العضلات، يروح على القلب، يروح على المخ، يروح على الكبد ثاني، ويبدا يدخل في الكريب سايكل. دي المرحلة الثانية هي جلايكونيولايسيس. المرحلة الثالثة هي عملية لايبولايسيس، هي عملية خسارة الدهون أو جسمك يبدأ يستخدم الدهون كمصدر للطاقة، اللي هي مترتبة على نص المرحلة الثانية، وعملية سهلة وشرحناها قبل كده. المرحلة الثالثة هي عملية الكيتوجينيسيس. بعد مرحلة المرحلة الثانية جسمك بيكون الكيتونز بادي. الكيتونز بادي دي بتكون اللي هي الأستايل كو إيه، بتتجمع مع بعض، بيحصل لها عملية يعني طويلة كده، فبتحول لكيتونز بادي. الكيتونز بادي بتكون موجودة في مجرى الدم، فجسمك بيبدأ يحولها ويستخدمها كمصدر للطاقة ويرفع بيها سكر الدم. في المرحلة دي إذا أنت جبت الشخص يعني وقست مستوى سكر الدم فيها، هتلاقي إن الكيتونز بادي أعلى من مستوى السكر، لأن الكيتونز بادي هي بقت المصدر الرئيسي للطاقة. المرحلة الأخيرة خالص هي مرحلة الأمينو أسيد ديجريديشن أو مرحلة تكسير المسل بريك داون، اللي هي استخدام الأمينو أسيد المخزن في العضلات كمصدر للطاقة. ليه العملية دي بتحصل آخر مرحلة؟ لأن جسمك محتاج العضلات عشان تفضل تتحرك، عشان تفضل تتنفس، عشان القلب يكون بكفاءة عالية. جسمك مش محتاج الدهون المخزنة في الأدوبيس تيشو، جسمك مش محتاج الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات، جسمك مش محتاج
انتاج الكيتونز بادي اللي موجوده في مجرى الدم او موجوده في الكبد، فجسمك بيتعامل المهم فالاهم. دي كانت مرحله الفاستنج ستيت او فيسيولوجي اوف فاستنج. جسمك بيمر بخمس مراحل مهمه جدا بالترتيب. اول مرحله هي مرحله جلايكونيولايسيس، ثاني مرحله هي مرحله جلايكونيوجينيسيس، ثالث مرحله اللي هي اللايبولايسيس، رابع مرحله هي مرحله الكيتونز كيتوجينيسيس، واخر مرحله خلاص هي الامينو اسيد ديجريديشن او المسل بريك داون. فده كان الفسيولوجي فاستنج، شرح الفسيولوجية بتاعت الصيام. فياريت تطمن وتهدي بالك، لأن جسمك عمره ما هيروح للعضلات ويستخدمها كمصدر رئيسي للطاقة. المرحلة دي صعبة جدا ومستحيل تحصل أثناء الصيام. فالتمرين قبل ولا بعد الصيام، قبل ولا بعد الفطار، مش هتفرق كتير. هي الفرق فيها ان انت قبل الصيام ممكن تكون فقدت أو خسرت، المهم انك بتكون كميه الجلايكوجين اللي مخزنه في الكبد والعضلات ممكن تكون نزلت لانك انت هتتمرن قبل الفطار. فاثناء اليوم بتاعك لو انت نشاطك اليومي عالي فممكن تكون خسرت كميه كبيره جدا منها، فعمليه توفير الطاقه لجسمك بتكون اصعب. بس فبعد الصيام هتكون انت عندك مغذيات ويكون مستوى سكر الدم عالي، فده الفرق بس، فالموضوع مش هيفرق. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، حياكم الله.